دونيس الدونيس اللي كان ديما غبان قيم ديما غبان قيم عند واحد كاين 18 سنه برا الزنقه ما ترحمش بيان سور الشارع ما يرحمش بالك مواليك ما يرحموكش ماشي الشارع مشاكل تاع خاوه برك وراثه هربت لكل واحد منهم قصه وفي الغالب تجبرهم الظروف الاجتماعيه على التشرد في الشوارع رحلة بحث تليها عملية محادثة أحيانا تكون سهلة وأحيانا أخرى تصل حد التفاوض لإقناع هؤلاء الأشخاص بالذهاب معهم إلى المراكز الخاصة منذ شهر ديسمبر بدأنا من هذه الخرجات الليلية لقد تم تخصيص فضاء مجهز بأسرة وأفرشة ويعني لكل المستلزمات اللازمة وأيضا يتم يوميا تقديم وجبات ساخنة مع توزيع ألبسة شتوية والهلال الأحمر الجزائري كعادته يتكفل بالفئات الهشة وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وهي البرود والأمطار التي تصب هذه اللي نشاهدها أمامنا إلا عينة جهود متعددة تبذل لضمان تكافل الأمثل بهذه الشريحة من المجتمع التي تحتاج إلى الرعاية والدعم الخاص لقيت الشارع مهمش فرش كرتون ورقوا في المطرح سي كيف كيف هنا تحس في روحك بلي عندك شخصية وعلى كل حال البلاصة اللي أنا فيها لهنا يا الله يبارك يعني نسم لها ما كانش دروج ما كانش كذا يجيبونا العشاء تاعنا في الوقت تاعنا والحمد لله ذاك خير وكي خسورة ها كي خسورة مي ولا كيفاش بالخشوه مي ولا كيفاش بالخشوه تشيل شو الحمد لله طالندي مي خشوه الحمد لله كي رانا هنا ما خصنا والو ناكل ونشرب هلال احمر لا داس يقوموا بينا الحمد لله ليبقى مسعى اللجنه المكلفه بالتكفل بالاشخاص دون مأوى ضروره ادماجهم في المجتمع الاسري والمهني لان حياه الشارع اصعب وامر Ah, couverture, ma la roba.